كان الصندوق المتحدة كما باقي مؤسسات المتحدة موجود مع المواطن السوري، مع الشعب السوري، ليساعد ويقوم بتقوية قدرة المواطن السوري على معايشة هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة. نقوم بمساعدة وزارة الصحة على الوفاء بالتزاماتها تجاه النساء والفتيات، وكذلك مساعدة الأسر على تنظيم مكونها بحيث يكون كل حمل مرغوب. قمنا بتوفير مساحات آمنة للنساء والفتيات من أجل تزويدهن بتدريب مهني يساعدهن على القيام وعلى توليد الدخل الكافي واللازم لهن في بيوتهن. في أثناء جائحة الكورونا الحالية قمنا بتزويد المشافي والمؤسسات التي نعمل معها بشراكة متكاملة بكل ما يحتاجون إليه من متطلبات مكافحة هذا الوباء. من طرف الصندوق كما باقي مؤسسات الأمم المتحدة نعمل وما زلنا على توفير بعض سبل العيش للسيدات. خرجنا من إطار التدريب المهني وتوفير مجالات العمل المهنية النمطية التي ارتبطت بالنساء في السابق، وبدأنا بتنفيذ تدريبات مهنية منتجة من لحظة انتهاء التدريب، وزودنا هؤلاء النساء بالرزم وبالأدوات اللازمة. على الوضع الراهن وعلى الوضع الآني هناك تصور لاستجابة غذائية واستجابة إنسانية عاجلة. نحن بصدد وضع تصور ومناقشته مع الجهات الحكومية الرسمية في القريب العاجل. نتقدم بشكر جزيل على موقف الحكومة السورية في اتفاقية أو في اجتماعات نيروبي التي حدثت، حيث أبدت الحكومة السورية التزاما واضحا تجاه ما يتطلبه الوفاء بهذه الالتزامات والتنمية المستدامة حتى أو بحلول العام 2030. ما تقدمه الأمم المتحدة وما تقدمه مؤسسات الإغاثة هو ليس الحل. لا يمكن أن تكون الإغاثة أو العمل الإنساني حلا في سوريا. الحل يكمن في إعادة الأمن والاستقرار والسلم والسلام في هذا البلد. حينها عندما تستطيع وتمكن القوى والحكومة الوطنية للشعب السوري من ممارسة كافة صلاحياتها وإمكانياتها، نستطيع أن نقول بأن هناك مسار باتجاه التنمية المستدامة في داخل الكل السوري.